وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا الصيف. أهلا ومرحبا بك سيد رضا. بداية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختفاء ما يقرب عن 638 لاجئ إلى سوريا، ما مصير هؤلاء اللاجئين؟ مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين، حياك الله. بداية، هذا الأمر تكرر خلال 5 سنوات الأخيرة تقريبا، عودة اللاجئين تحت ضغوطات من دول اللجوء. في غالبية الأحيان عندما يعود اللاجئين يتم اعتقالهم إما من المعابر بشكل فوري، سواء معابر المطارات أو الموانئ أو حتى المعابر الحدودية. فكل من له علاقة أو من أحد المناطق التي تشهد معارضة للنظام يتم اعتقالهم. أما بالنسبة للشباب منهم فيتم زجهم في الجبهات بشكل مباشر بعد إعطاء فرصة لمدة 10 أو 15 يوم، بعدها يتم زجهم بجبهات القتال لصالح النظام. الشبكة وثقت أيضا مقتل 16 من اللاجئين العائدين من لبنان، كيف ترى إصرار بعض دول إعادة أو بعض الدول على إعادة اللاجئين رغم خطورة الأوضاع في سوريا؟ سيدي بالنسبة للبنان، لبنان يعني يعتبر النظام في لبنان جزء من منظومة النظام السوري، خاصة في المرحلة الأخيرة عندما سيطرت ميليشيا حزب الله على قواعد الحكم في لبنان، فتكررت حالات اعتقال الناشطين والمشقين وإعادتهم إلى النظام رغم تحذيرنا الكبير نحن كحقوقيين وناشطين سوريين بالتعاون مع العديد من الحقوقيين والناشطين اللبنانيين وتوثيق هذه الحالات، إلا أن النظام اللبناني كان يصر على الضغط على اللاجئين السوريين سواء بالمخيمات أو غيرها أو حتى على الناشطين. وتحذيرنا كان بشكل مباشر للحكومة اللبنانية بأن إعادة هؤلاء اللاجئين سيتم إما مصيرهم إما إلى الاعتقال أو التصفية بشكل مباشر، رغم ذلك كان القرار الحكومي اللبناني إعادتهم إلى النظام. طيب، وكيف ترى موقف المنظمات الدولية والأمم المتحدة من إعادة اللاجئين قسرا إلى مناطق النظام؟ يا سيدي، ذكرنا سابقا وعبر قناتكم الكريمة أن الأمم المتحدة أو حتى المنظمات الدولية لو أنها أرادت أن تتدخل أو تفعل شيئا للحفاظ على حقوق الإنسان لما كانت بالأساس تركت هؤلاء اللاجئين يخرجون من بلادهم ويتركون منازلهم ليلتجئوا إلى الخيام وإلى غيرها في دول اللجوء. فكل ما تعرض له هؤلاء اللاجئين من ضغوطات وقصف وقتل وتدمير في بلادهم لم يحرك ساكن في هذه المنظمات ليحرك بها إعادتهم إلى موطنهم. قانونيا، إلى أي مدى ترى شرعية إجراءات إعادة اللاجئين إلى مناطق النظام؟ لو نظرنا للأمر من الناحية القانونية سواء الدولية أو الداخلية في الدول، فاللاجئ له حق الحماية في دول اللجوء إلى حين أن تستقر بلاده وتكون إعادته إلى بلاده ضمن خط الأمان الواضح. لا يجوز إعادة لاجئ إلى مكان لا يشعر به بالأمان ولو لأدنى حد. هذا الأمر واضح في كل القوانين والأعراف الدولية. نعم، كان معنا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا الصيف، شكرا جزيلا لك.